هذا وأكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع أحمد الفاتح الإسلامي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين، داعيا الفلسطينيين لنبذ الخلافات ووحدة الصف وتجنب الإشاعات والاتهامات وسوء الظن بالأشقاء. والمرابطون في أكناف بيت المقدس يؤمنون بحقهم في أرضهم، ويؤمنون بما صح عن نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن بيت المقدس: هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولقيد قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. وفي المقابل: يا أيها الفلسطينيون الكرام، لئن كان صبركم على الاحتلال وعلى عدوكم مضرب مثل، فإن صبركم على إخوانكم أولى، فإن قضيتكم هي قضية العرب والمسلمين، وقد بذلوا على المستوى الرسمي والأهلي والشعبي منذ عقود، وما زالوا يبذلون، سواء كان حرباً أو سلماً، معونة أو مواقف سياسية. ولعدوكم مصلحة في فك ارتباطكم بعمقكم العربي والإسلامي، يباعد بين أجزاء الإسلام لئلا تلتئم، ويقطع أوصال العروبة كي لا تلتحم. والإشاعة سلاح مجرب للعدو، فاستعجال بعضكم باتهامات أو سوء ظن يعود على قضيتكم وقضيتنا بالفشل والتأخر.